أكيد حاليا سيرة الأحداث في الساحة السياسية السودانية هي قضية صد النهضة وقضية أزمة الحدود في الفشقة. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تعتبر شكل من أشكال التصعيد السياسي والدبلوماسي، تعتبر رسالة واضحة للطرف الأثيوبي بجدية الوضع، باعتبار أنه مياه النيل هي أمر حيوي وأمر مهم لحاضر ومستقبل السودان وأمر مهم لحاضر ومستقبل مصر. ومعروف انه العلاقه السودانيه المصريه هي علاقه ازليه وعلاقه بين شعبين شقيقين وعلاقه قديمه جدا جدا. كان الطبيعي في الفترات السابقه الطبيعي ان تكون العلاقات جيده، ما لم تحتريها بعض الفترات من ممارسات النظام البائد او غيره، انه بعد ذلك تصيب بعض الفتور او المناوشات، لكن الطبيعي انه تكون علاقات جيده. الان هذه الزياره وفق الاجنده المعلنه عنها وهي قضيه صد النهضه وقضيه المناوشات الحدوديه والخطاب الواضح حول لابد من الوصول لاتفاق مرضي لدولتين المصب السودان ومصر حول ملء وتشغيل صد النهضة، باعتبار أنه حصل تصريح وزارة الري السودانية أنه بالكيفية التي سيتم بها ملء الثاني لصد النهضة سيتعرض 20 مليون سوداني للعطش، ستتعرض المنشآت والسدود السودانية على النيل الأزرق، ستتأثر بشكل كبير جدا مما يؤدي لانخفاض مستواها، بالتالي حتأثر على الزراعة، بالتالي حتأثر على معيشة المواطن السوداني. بالتالي يعتبر أنه هذه القضية قضية حاضر ومستقبل السودان. السودان